الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، ينظم مكون أولاد عبد الرحمن آل السيلة ملتقى للتعارف وسيلة الرحم بين أبناء عبد الرحمن وبالأخص شبابه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والغر الميامين. تحية عطرة لكل من زار هذا الجمع المبارك، كل باسمه ورسمه وشرفنا بالقدوم الملتقى الأول لأولاد عبد الرحمن آل السيلة التي هي جزء لا يتجزأ من قبيلة ولا تدرين الأنصار. ضيوفنا الكرام أو بالأحرى أهل الدار، يأتي هذا اللقاء في سياق خاص من أجل تأسيس إطار قانوني لجمعية أولاد عبد الرحمن آل السيلة، والتي ستنبثق عنها العديد من اللجان لخدمة أولاد عبد الرحمن على الخصوص والقبيلة على العموم، والنهوض بها وتمكين الشباب إلى جانب الشيوخ للاطلاع بهذه المهام التي هي تشريف وتكليف في آن واحد. اختيار تيزنيت لعقد الملتقى الأول لم يكن اعتباطيا، وإنما جاء اعترافا وتشجيعا لممثلي آل السيلة بهذه البقعة ولخلق جسور التواصل بين أفراد القبيلة في مختلف الربوع، وهي رسالة للتأكيد لهذا الامتداد الضارب في جذور التاريخ، انطلاقا من المعقل التاريخي بوجدور، مرورا بالعيون طنطان قليميم وتيزنيت، وصولا الى بحولي وتيوران والسميره، واينما تواجد كل انصار تيدراريني. سيداتي سادتي ايها الحضور الكريم، مره اخرى نجدد الترحاب بكم ونقول لكم هلتم اهلا ونزلتم سهلا، وطابت خطواتكم وجعلها الله في ميزان حسناتكم، واللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، وجدد رحماتك على موتانا واشف مرضانا ووفقنا لخدمه الصالح العام على امل عقد ملتقيات اخرى في القادم من الايام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم بارك في حياه امير المؤمنين صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده وبارك في عمره ومتعه بالصحه والعافيه في الحل والترحال وفي جهود الخير المتواصل لصالح الوطن والدين وسائر افراد الاسره الملكيه الشريفه وابناء الانصار جميعا. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اصلح حالنا واحوالنا يا رب العالمين، اللهم شافي مرضانا ومرضاكم ومرضى المسلمين اجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين اجمعين، انه على ما يشاء قدير وبالاجابه جدير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا محسوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، وارزقنا يا مولانا بعد قبل الموت وتوبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم بارك في حياة أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وبارك في عمره ومتعه بالصحة والعافية في الحل والترحال وفي جهود الخير المتواصل لصالح الوطن والدين وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة وأبناء الأنصار. ولكم بالإيمان والإسلام والتوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل صبرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم يا ربي لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ربي في هذه الساعة المباركة
وفي هذا المقام السعي وفي هذا الجمع المبارك أن تنزل علينا ما أنزلت على أوليائك وخصصت به أحباءك، وأذقنا برد عفوك، اللهم أذقنا برد عفوك، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك، وانشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم انشر علينا رحمتك، تعم الحاضرين والغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.